مشاهدينا الأفاضل، أهلا بكم من جديد. استشهد شاب فلسطيني يدعى رمزي أبو يابس بعد إصابته برصاص الاحتلال الصهيوني عقب قيامه بعملية دهس أصاب من خلالها 3 جنود صهاينة في مستوطنة عتسيون الصهيونية شمال الخليل. يأتي هذا في ظل مواصلة نتنياهو عملية التطبيع التي يقوم بها مع عدة دول عربية وإسلامية، حيث بدأها مع دول الخليج وستكون وجهته القادمة شمال إفريقيا وسط ردود متباينة. التطبيع العلني أقل وصف يقال في حق دول عربية تتسابق على التقارب مع الكيان الصهيوني، فبعد سقوط دول الخليج في المحظور، ها هي دول عربية وإسلامية أخرى تنضم لطابور الولاء والانبطاح. والغريب أنها تصرح وبكل عجرفة أن القضية الفلسطينية لا مساس. أغرب من هذا غير موجود. في وقت يتآكل الجسم الفلسطيني ويرابط رغم الحصار والخناق وخيانات الأشقاء، ويظهر أبناء الوطن الجريح أسمى عبارات البسالة والمقاومة، ويبدعون في ذلك من مسيرات العودة إلى المسير البحري إلى الطائرات الحارقة إلى هجمات الطعن والدهس وغيرها كثير. فبعد الإمارات والبحرين والسعودية ومصر، هي تشاد والسودان يسيرون ولسان الحال يقول أنتم السابقون ونحن بكم من اللاحقون. فالمتبصر يرى أن كل خطوط الخارجية للقضية الفلسطينية تتهاوى، فعلى من يأتي الدور يا ترى؟ أم أن هناك إعادة نظر؟ في موضوع آخر، قامت نقابة الصحفيين التونسيين يوم الاثنين برفع شكوى ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بناء على تقرير يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان باليمن، داعية إلى اتخاذ إجراءات قانونية لإحالة الملف للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وقد تظاهر العديد من التونسيون في شارع العاصمة تونس رافضين هذه الزيارة. وفي صدد آخر، مجلس الوزراء التونسي قد أقر هذا الأسبوع على مشروع يتضمن أحكاما بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، ما أثار هذا الموضوع جدلا واسعا ضمن سلسلة الإصلاحات التي شكلها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي صيف 2017. صدق قادة الاتحاد الأوروبي على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في القمة المنعقدة ببروكسل الأحد الماضي، وقد ناشدت تيريزا ماي البريطانيين من أجل دعم الاتفاق الذي سيكون لمصلحة البلد حسب تعبيرها. كما عبر بعض قادة الأوروبيين عن أسفهم لخروج بريطانيا من الاتحاد، ومنهم المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل التي أبدت حزنها وقالت بأنه يوم تاريخي يثير مشاعر متناقضة. من جانبه، قال الرئيس الفرنسي أقول إيمانويل ماكرون بأن أوروبا بحاجة إلى الإصلاح، خاصة بعد خروج المملكة المتحدة. كما قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود بونكر أن هذا اليوم يوم تعيس جدا. وقع الرئيس الأوكراني بروشينكو على مرسوم إعلان الحرب في أوكرانيا إلى غاية 25 جانفي من العام المقبل، كرد على خلفية احتجاز روسيا 3 سفن أوكرانية من ومن جانبها طلبت روسيا بعقد اجتماع طارئ بعد اختراق السفن الأوكرانية الحدود البحرية الروسية عبر بحر أزوف، محذرة في نفس الوقت الجانب الأوكراني من استمرار الاستفزازات التي تطال روسيا. فرنسيا، ما زالت موجة الاحتجاجات تجتاح فرنسا، حيث خرج أكثر من 280 ألف متظاهر مرتدين أيضا هذه المرة سترات الصفراء في شتى أنحاء البلاد. جاء هذا التصعيد بعد ارتفاع أسعار البنزين والديزل والنظام الضريبي ككل، وهدد المحتجون بتعطيل كل الطرق السريعة بما فيها المؤدية إلى مستودعات النفط حسب وكالة رويترز. المبعوث الأممي مارتن غريفيث ينتقل بين عديد عواصم الدول العربية من أجل إطلاق محادثات سلام بين أطراف الصراع اليمني بالسويد خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل. وكانت بريطانيا في وقت سابق قد عرضت المشروع على هيئة الأمم، الأمر الذي قوبل بترحيب من طرف السعودية التي أعلنت عن وقف إطلاق النار.
والحوثيين الذين رحبوا بالأمر في بادئ الأمر، وتزايدت الضغوطات الدولية على الأطراف المتصارعة في اليمن في ظل مشارف البلد على أكبر أزمة إنسانية، فما هي الضمانات لتحقيق السلام باليمن؟ وهل وجود هيئة الأمم كافية لذلك؟ وما الذي سيختلف هاته المرة؟ أسئلة وأخرى نجيب عنها اليوم رفقة ضيفي عبر الهاتف الدكتور ميلود ولد صديق، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أستاذ ميلود، أهلا بك معنا هذا الأسبوع. أهلا وسهلا، سعيد بأن أكون معكم إن شاء الله. أهلا وسهلا أستاذ ميلود. البداية من الجانب البريطاني الذي أخذ زمام المبادرة هذه المرة في هيئة الأمم وطرح مشروع السلام الذي يقال أنه سيعقد في السويد. بداية نتساءل، على أي أساس بريطانيا تقود هذه المبادرة، وما الذي أكسبها هذه القبولية إن صح التعبير؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أخي الأمين، لابد أن نضع هذه الإجراءات التي قامت بها بريطانيا في ضمن إطار جيو استراتيجي ونظير لبعض التطورات التي عرفتها بعض الأحداث التي وقعت في منطقة الخليج العربي. العالم كله اليوم يعلم بعد يعني أو قبل يعني شهرين من الآن من واقعة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وما أثاره هذا الأمر خصوصا يعني عندما كان في قنصلية بلاده في إسطنبول. هذا الأمر يعني اليوم أصبح حدثا عالميا، تناولته وتناقلته تقريبا كل وسائل الإعلام العالمية، وعرف حراكا سياسيا خصوصا في الداخل الأمريكي، وتوافقا لأول مرة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وتزايد الضغوط على الرئيس ترامب ذاته من أجل اتخاذ موقف على الأقل يتبنى الرواية التركية. كان هذا ربما النقطة التي أفادت الكأس، وكانت بمثابة المسمار الذي ربما أوضح الكثير من السياسات التي كانت تنتهجها العربية السعودية، والمطالبة يعني التنازل عنها أو الفك عنها. ومن ذلك الملف اليمني الذي أشرت إليه أنت في مقدمتك. تعلم جيدا نحن اليوم على مسافة 4 سنوات و3 أشهر من التدخل السعودي تحت يعني غطاء التحالف العربي في اليمن. بعد 4 سنوات هناك أزيد من 85 ألف قتيل بالنسبة للأطفال، أزيد من 1 مليون عائلة مشردة، بنية تحتية تقريبا أزيد من 50% كلها يعني مشتتة. هناك انقسام حاد بين جنوب اليمن و شمال اليمن، ليس هناك اي بادره امل لان يعني ان يكون هناك حل سلمي او سياسي. وسط هذه الاجواء اكيد ان الغرب اليوم يستفيد من صفقات الاسلحه الكبيره جدا، خصوصا الولايات المتحده الامريكيه وبعض الدول الاوروبيه، لكن امام ضغوطات المجتمع المدني العالمي والراي العام العالمي لايقاف هذه الحرب، وخصوصا قضيه جمال خاشقجي هي التي كانت ربما الجانب الأساسي التي جعلت الكثير من دول طيب تراجع سياستها وعلاقتها مع بريطانيا. لماذا بريطانيا بالذات هي من قادت العملية؟ بريطانيا شوف دائما في يعني في هذه المسائل هناك ما يسمى، أولا هناك ما يسمى بتقاسم أدوار فيما يتعلق بالمشاريع التي يعني تقدم إلى مجلس الأمن، و يعني بريطانيا هي الوحيدة التي على الأقل يمكن أن تفعل هذا. في أمريكا فترامب لا يريد أن يورط نفسه مع حليفه أو هكذا يعتبره بالنسبة إليه محمد بن سلمان، نعم. ويعني لا يريد اتخاذ أي إجراء سواء قانوني أو أممي أو عالمي ضده، هذا من ناحية. وبقية الأعضاء الآخرون في مجلس الأمن خصوصا الدول التي كانت محسوبة على المعسكر الشرقي في الصين و وروسيا لا تراعي أي أهمية بالنسبة لحقوق الإنسان أو لما يقع في اليمن، وإنما ترعى مصالحها وما يمكن أن تستفيد من ذلك. فرنسا لها يعني صفقات أسلحة كبيرة جدا مع العربية السعودية، فهي لحد الآن لم تتخذ أي إجراء حتى فيما يتعلق شو قضية مقتل جمال خاشقجي، مستمرة في بيع الأسلحة. يعني ما عدا الثلاثي وبالنسبة لأمريكا تبقى بريطانيا هي ربما الضامن على الأقل تقديم المشروع، حتى المشروع بحد ذاته، نعم. حتى المشروع بحد يشوف يعني بحد يعني ذاته لا يلزم
لا يلزم العربية السعودية بإيقاف الحرب، وإنما يدعو الطرفين إلى لكن ربما على الأقل السعودية رحبت وأوقفت ربما لفترة قصيرة إطلاق النار. هو ليس ترحيب، لأن يعني هو ترحيب بثوب إجراءات سابقة. كانت هناك يعني هناك مفاوضات تحت الطاولة من أجل أن توقف السعودية أولا، ثم يتم طرح على الأقل إجراء مثل هكذا أمور، كما تم قبل على الأقل 3 أسابيع من الآن قامت القوات الأمريكية بمنع تزويد نعم. الطيران طيب الاتحاد أستاذ مينو، العربي لو تحدثنا عن الجانب السعودي، السعودية ربما رحبت بطريقة أخرى بهذه دعوة بريطانيا ورحبت بالمبعوث الأممي، هل ربما هي هزيمة للسعودية أم نقطة تحول أم هناك اعتبارات أخرى؟ بالنسبة للعربية السعودية ليس قضية هزيمة، نعم بل هذه كارثة. يعني ما تقوم به العربية السعودية، الأزمات التي فتحتها العربية السعودية منذ 2015 على مصراعيها ما يتعلق بجيرانها، حولت كل الجورة إلى حدائق من نار. يعني ليس هناك أي دولة، سواء في شمال السودان أو عفوا السعودية أو الجنوب، كلها تقريبا حديقة من نار. أما بالنسبة إذا موقف شوف الموقف الغربي دائما يراعي مصالحه. الآن هناك صفقات أسلحة لكن في إطار آخر. حرب اليمن لم يكن ليتوقف كما قلت لك لولا الحادثة التي وقعت في 2 أكتوبر 2018. بالنسبة للعربية السعودية الآن نحن أمام مشهد تراجيدي يقوده شخص، هذا الشخص ربما يعني حتى نكون صرحاء لا يمتلكون ولو حد أدنى من الاستراتيجيات التي على الأقل تجعل كمبدأ أساسي من مبادئ السياسة الخارجية التي صنفته آنذاك دولة ربما من استاذ الدول ميلود، انا والمجتمع نعم افهم من المشترك. كلامك، نعم اعتذر، وما افهم من كلامك ربما ان المأزق الذي تقع فيه السعوديه بسبب وضعها في قفص الاتهام بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي ربما تستفيد بطريقه غير اخرى بانسحابها من اليمن بطريقه تسمح لها بحفظ ما تبقى لها من ماء الوجه. لا، هو اصلا لم يتبقى هناك اي كرامه. يعني حتى ولو انسحبت، حتى ولو قلنا نعم متى انسحبت او انصرفت في هذا الوقت بالضبط، المتضرر بعد الشعب اليمني هي العربيه السعوديه، لان العربيه السعوديه دخلت اليمن يعني باسم ماذا؟ باسم انقاذ الشرعيه وفك السلطه عن الحوثيين. نعم الحوثيون لا زالوا لحد الان يسيطرون على العاصمه يعني ازيد من 90%. لازالت قوات التحالف لم تفرض يعني منطقها او سيطرتها على كثير من اجزاء يعني اليمن الجنوبي، فما بالك باليمن الشمالي. نعم العمليه السياسيه والسلميه لا تزال بعيده المنال. هناك تهديد مباشر للعربيه السعوديه ولبعض دول الخليج من شمال اليمن عن طريق قصف الصواريخ التي يقوم بها الحوثيون. إذا حتى ولو صرفت اليوم بعد 4 سنوات معناه أن العربية السعودية لم تحقق أي شيء، بل بالعكس يعني أعطت فرصة كبيرة لاستقواء الخصوم، شكلت ما يسمى بنوع من الكراهية للشعب اليمني تجاه السياسة السعودية. هذا ما سوف، وفي المقابل أعطت فرصة لإيران، إيران لكي يعني على الأقل وجدت بعض الغنائم من لا شيء، نعم من لا شيء. هي لم تصرف أموال كثيرة ولم تدخل الحرب بشكل مباشر إلا طيب عن نعم طريق واضح دعم أستاذ، نعم الرشيد الحوثي. أستاذ نعم نعم فعلا، إذا ربما أنا ما أفهمه من كلامك أن ربما حادثة الصحفي جمال خاشقجي ربما دفعت بمتغيرات جديدة بتقريب إلى العلاقات الدولية تأثرت السعودية بها بطريقة مباشرة. بطبيعة الحال نعم لأن الأمر يعني لم يشوف حادثة خاشقجي لا تتعلق بشخص مثلا تم استهدافه في شارع من الشوارع او ما الى ذلك. يعني راس الحربه في ذلك ان ولي عهد السعودي مستهدف. ما دام هو المستهدف ودوم يشوف المتهم بالاغتيال، فان القوى الكبرى ومنظمات حقوق الانسان العالميه اليوم تجعله ضمن اطار ضيق. هذا الاطار الضيق يعني شو يتحتم عليه تخلي عن كثير من السياسات الرعناء التي وقعت فيها العربية السعودية، أكيد نعم بإشارته هو.
يعني طيب فيبدو أن الدائرة سوف تدور. نعم 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 طيب أستاذ ميلود، ربما أيضا نجد في الطرف الثاني، عذرا، نجد في الطرف الثاني الحوثيين. ربما إلى أي مدى يمكن للحوثي أن يستجيب؟ وفي بداية كان استجاب وقال ربما أنا أوافق للذهاب إلى عملية سلام، لكن ربما كان هناك عملية مناوشة في مدينة الحديدة قد تؤثر على نعم هذه الهدنة الهشة. إلى أي نعم مدى يمكن نعم للحوثي أن الآن يلتزم؟ الآن نحن خلال الأسبوع، نحن الأسبوع الثاني في نعم حالة وقف لإطلاق النار بين الطرفين. قوات التحالف لا تتقدم كثيرا في منطقة الحديدة. نعم الحوثيون هم كذلك بجانبهم أعلنوا عن وقف إطلاق الصواريخ تجاه الإمارات وتجاه السعودية. أكيد أن هذا الأمر كان بضغط دولي، ضغط أمريكي وضغط من الاتحاد يعني الأوروبي. وربما نحن ذاهبون على كما قال يعني مبعوث الأمم المتحدة اليمن مارتن جريفيث إلى مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين. الحوثيون الآن هم القبول بوقف إطلاق النار والقبول بالسلام، هذا بحد ذاته انتصار لهم ما داموا يسيطرون على العاصمة ويسيطرون على كثير من أجزاء طيب الأرض. نعم طيب نعم أستاذ ميلود، نعم ما هي المآلات على أرض الواقع؟ كيف ستؤول الأوضاع؟ هناك آمالات وهناك آلامات، وهناك ما يسمى بالآمالات. نعم الألم واقع ونحن فيه، تراجيديا كبيرة جدا، واليمن بنيته التحتية كلها تحت الصفر. بالتالي على 10 سنوات من الآن يمكن على الأقل إعادة هذه البنية من جديد. هناك شرخ قائم جدا بين جنوب اليمن وشمال اليمن، عززته قوات التحالف العربي بدعمها للشرعية في الجنوب على حساب الشمال. أكيد لا مناص من وقف إطلاق النار، هذا هو الأمل الأول المنشود. إجراء مفاوضات غير مباشر، هذا بحد ذاته كذلك انتصار، لأنه في مثل هكذا القضايا ليس هناك منتصر وليس هناك منهزم. في آخر المطاف اليمن لن يتحول إلى الأرجنتين أو للبرازيل، سوف يظل اليمن هو تحت الحدود، خط الحدود مع العربية السعودية، والسعودية لا يمكنها كذلك أن تتلكأ عن اليمن، هو الحديقة الخلفية لها. حتى ولو كان طيب هناك نعم طيب أستاذ اختلاف مينوت، كبير جدا. نعم نعم في ظل هذه نعم الفوضى التي في اليمن وظل انتشار السلاح الكبير في شوارع اليمن، كيف سيؤول اليمن حتى وإن تحقق السلام والهدنة؟ لا، بالنسبة للسلاح في الشعب اليمني هو أمر تاريخي، يعني أن الشعب اليمني مسلح حتى من أيام علي عبد الله الصلاح من 1991 حتى اليوم. الشعب اليمني هو شعب مسلح، يعني شعب يعتاد على هذا نعم الأمر. لكن متأكد أنه لو بعد الأحداث الربيع العربي خصوصا 2013 2014، لو ترك اليمنيون يقومون بإدارة العملية السياسية لوحدهم لكانت الأمور ربما أحسن وأفضل. ولكن دائما التدخل الأجنبي لن يأتي بخير أبدا، يعني هذه تاريخيا كل أشكال التغيير عن طريق التدخل الأجنبي سوف لن تولد إلا وجود حقد على هذا المتدخل، والطرف الذي يدعمه من الداخل أنه لن يكون محل إجماع من قبل القوات الداخلية. يعني فلذلك اليوم الأمل نعم معقود على اليمنيين، لابد أولا من إجراء مصالحة وطنية داخلية بين قوسين القوات الشرعية أو الحكومة الشرعية والحوثيون في شمال اليمن. نعم ثانيا لابد من دعم عاجل لليمنيين خصوصا الجانب الإنساني والجانب الغذائي. وثالثا فتح جميع المعابر المغلقة والمحاصرة خصوصا الحديدة من أجل على الأقل إيصال المساعدات لليمنيين. نعم ويستحسن أن تجرى مفاوضات، أن تكتمل المفاوضات عن طريق المبعوث الأممي مارتن جريفيث، مفاوضات غير مباشرة. ولما لا كانت ترعاها الكويت أحسن من جهات أخرى، الكويت كانت ترعى هذا الأمر نعم وهي كفيلة باعتبار أنها محل ثقة ورضا بين الأطراف المختلفة لحل المشكل اليمني الذي نحن اليوم نعيش عامه الخامس، يعني داخلين على العام الخامس. أستاذ ميلود، على أمل أن يعود اليمن يمنا سعيدا، نشكر لك تدخلك، كنت معنا اليوم. لا شكر على وجهك. مشاهدينا الأفاضل، هذا كل ما بحوزتنا لهذا الأسبوع ختام، لكن قبل ذلك كاريكاتير.